هذا المهرجان الذي يستضيف دولة السودان كضيف شرف، وهو من مهرجان نوعي عمدنا فيه على استضافة الدول الشقيقة للتعريف بثقافتها والتعريف بعلاقتها بالمغرب والخيوط والامتدادات التي تربط بين البلدين. هذا النشاط هو متنوع، ينحى إلى التقريب وإلى إبراز صور التشابه بين الثقافات، خاصة الثقافات القريبة. وكانت الدولة السودان اختيار موافق لهذا المهرجان. يتضمن هذا المهرجان لقاءات مختلفة، توقيعات كتب، ندوات، معارض تشكيلية، رسوم للأطفال، وفي الأخير يختم بسهرة فنية تجمع ما بين الفن المغربي والفن الشعبي السوداني، وتكريم لبعض الفعاليات الفنية والثقافية من كلا البلدين.